مشاهدي قناة شفتي في مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس، وحنا مقبلين على التحقيقات الانتقالية طبعا اللي ساهوش غادي تكون انتخابات ديال الغرفة. هنا كنشوفو السيدة اللي كتقول لأنها تصدمات من بعد ما شافت الصورة ديالها في اللائحة ديال المنتخبين، وكتقول ما عطيتش الاوكي وما عطيتش ما وافقتش على ان الصوره ديالي تكون في اللائحه. تفاجات يعني وكانت صدمه بالنسبه ليا بحكم ان الزوج ديالي هو في السلطه ومنوع لي انني نكون سياسيه. فقط اتصل لي رئيس اللائحه وقال لي بما واش ممكن انك صوتي ليا بما انني غادي نكون يعني في الانتخاب التحقيقات الانتخابيه ديال الغرفه استثناء الغرفه. هنايا كتقول ديك الكراسي قال لي غتعطيني لاكارت ناسيونال ديالك وغادي باش غادي نجيب لك البطاقه ديال الناخب. ديك الكراسي عضوه في الحزب. هنا بغات تقول او بغات تسول شكون اللي عطاه الموافقه باش انها يدير الصوره ديالها ويرجعها عضوه في الحزب، شكون اللي وافق عليه وشنو المشكل في القانون اللي غيحميها في هذه الناحيه هذه. لالا مرحبا بك معنا، عاودني شنو المشكل ديالك. واخا اولا تنشكر الطاقم اللي كلف نفسه وتيبغي يساعد المواطنين بزاف، وتنشكركم بزاف على هاد المسائل هادي. انا واحد السيده ام لثلاثه ديال الاطفال، رجلي رجل سلطه، انا خدامه في هاد الشركه مده طويله ومسؤوله وكل شيء تيعرفني. وهاد السيد هو اللي سميتو القعوري عبد الرحمن وداكور، هاد السيد هذا اللي منتايب لواحد الحزب بلا ما نذكر الاسم ديالو. ديجا حنا كنا في 2014 كنا دايرين واحد الجمعيه اللي تنخدموا بها المصالح ديال ارباب العمل هنايا بالنسبه للسيكوريتي، بالنسبه للاطفال، المطاعم، ارباب هنا كاع اللي عندهم المحلات التجاريه. ديجا هو راه كان عنده لاكارت ناسيونال ديالي، ديجا كان عنده الوغ تنظن وقيلا في لوموا 3 ولا لوموا 4 راه كان داك الساعات تيتسجلوا. داك الساعات حنا راه كنا مازال حتى ما فتحناش الخدمه، ما فتحنا حتى اللمواسات، كنا موقفين على حساب كورونا. من بعد واحد النهار انا دايزه قال لي ندير لاكارت ديالك ماتت، ولكن راني سجلتك باش تنتخب تصوتي عليا في واحد الحزب ما غاديش نذكروا الاسم ديالهم بطبيعه الحال. قلت له ماشي مشكل، الا كان نساعدك مرحبا، الف مرحبا، ماشي اشكال، نصوت عليك. قلت له بحق نقول لك واحد الحاجه، انا راجلي راجل سلطه وما يمكنليش، وثانيا الالتزام بانني ما ندخل حتى لشي حزب، وانا تنعلمك وما دير لي شي مشكل. الا كانت غير انتخابات العاديه بحال البطاقه اللي تيجيب لنا عون السلطه مرحبا والف مرحبا. قال لي بحال داك الشكل تماما. انا السيد كنا تنثقوا فيه، السيد تيبان متزن، عاقل، انسان مثقف، يعني ماشي شي واحد اللي يعني تتبان عليه انه يدير لك دي تخيك وهكا، تقنا فيه ماشي اشكال. مشينا معاه قال لي يا سي بوسيبل تجيبي لي عفاك الصوره، قلت له مرحبا على الراس والعين. قال لي باش نديرها في البطاقه باش يجيبها لك عون السلطه، لحقاش انا تيسحبني هذاك ديال الغرفه، تيسحبني بحال هذاك لاكارت اللي تيعطيونا هذه الغرفه الصناعيه. انا جاب لي الله بحال هكا حيت ما عندي حتى شي درايه نهائيا بالتصويت، حتى شي درايه بهذه الاحزاب، ما تنعرف حتى شي نهائيا، ما تنعرفش. فوالا عاوتاني جا واحد النهار كنت انا هنايا في الكافي، جا عندي الصباح قال لي واش سي بوسيبل تمشي تقاليزي. قلت له شنو غادي نقاليزي؟ قال لي غادي تقاليزي باش تجيك هذاك البطاقه غادي نصيفطوها لعون السلطه اللي عندكم في المقر فين ساكنه. المهم مشيت قلت له حنا نمشيو للحمري، قال لك لا بلاش، راه حقا عندنا واحد السيد اللي غادي يسر بينا حدا الدار ديالو، المهم بلا ما نذكروا المقاطعه. وهذا مشيت قال لك صافي، ما لقيت داك الطابلو ما فيه حتى شي حاجه فيد غير لو بخينو، انا راه عارفه داك الشيء بالي ماشي هو داك. من سولته قال لك لا، هذا راه غادي نعطوها لعون السلطه المقاطعه اللي تابعه لها، هو اللي غادي يعمرها وبالتالي هو اللي غادي يجيب لك داك لاكارت اللي فيها لو فوتو ديالك. داكوغ، البطاقه ديال الناخب، ديال الناخب تماما. قلت لك استاذه من بعد انا تندخل البروفيل ديالو تلقى تصويرتي عضو صونيت عليه وجهته. قلت له الله يخليك، واش انا جيت نصوت ولا جيت نترشح؟ انا راه قلت لك ديجا من كنت داينه، قلت لك راه الا كانت شي حاجه فيها المشكل الغيني، انا راه راجلي راجل ممنوع من عن كليا نكون متحزبين، ممنوع من عن كليا باي شكل من الاشكال. فقط انا الحاجه اللي تنطلبها تنطلب انني نتحيد. انا راه ديكلاريت، هضرت مع القايد، هضرت مع المقدم، مشيت للعماله، راه درت الاجراءات ديالي كاملين.
انا تنطلب من وكيل الملك يتدخل رسميا واتخاذ الاجراءات اللازمه باش يوقف هذه الحمله الانتخابيه وباش يخرجني انا من اللائحه. الله يسهل عليكم. انا راه ما بغيتش انني ننتظر. انا راه ام ثلاثه ديال الاطفال، راه ما يجنيش على مستقبل باش هو ينفذ الاغراض ديالو السياسيه والاغراض ديالو المسائل اللي غادي يربح فيها وانا يدمرني. علاش؟ على الاقل كون غيخبرني. وانا قلت له انا راه ديجا قلتها له 1000 فوا بلوس، راه راجلي رجل سلطه، راه ممنوع من العام كليا. واش انا ثانيه التزام ولقى راسي انا في لائحه انتخابيه؟ واش نهار التناقض؟ وانا قلتها له، قلت له انا غدا من غدا يستدعوني السلطه. راه حشومه هذا الشيء، راه حشومه هذا الشيء اللي تيدير في هذه البلاد. يعني ربما كاين اللي غادي يقول انت اخترتي هذا الوقت اللي هو حساس، انك ربما عندك حسابات مع هذا الحزب، هذا شنو السبب اللي خلاك انك تخرجي وتكلمي له؟ هي طبعا راه واضحه، هو ان الزوج ديالك رجل سلطه وانت سنيتي واحد الالتزام قبل، يعني عقد القران ديالك معاه، انك ممنوع انك تنتمي لشي حزب ولا تترشحي. هذا هو السبب الرئيسي اللي خلاك انك تعارضي يعني هذا الفكره هذه. وكذلك يعني علاش ما خداش منك الموافقه وكان واحد التحايل؟ انا ما عرفتش، انا ما عرفتش كيفاش جاتو الجرأة اصلا. وعارفني لحقاش انا ديجا قلت له راه انا راجلي رجل السلطه، يعني امبوسيبل بانني غيوقع لي انا هذا الاحتيال وغادي نسكت عليه. انا ما منتمي حتى لشي حزب، حتى شي حزب انا ما منتمي حتى لشي حزب، وما عندي علاقه حتى بشي حزب. انا واحد الانسانه مواطنه عاديه تنخدم على وليداتي، مواطنه عاديه فقط. انا تنطالب بحاجه وحده، انا تنطالب بان يحيدني من اللائحه، ما عندي حتى شي حسابات سياسيه. الناس اللي كيقولوا كيفاش انت مشيتي سنيتي وهذه، يعني انت كنتي سنيتي على اساس تاخذي بطاقه ناخب؟ تماما، قال لي تاخذي بطاقه ناخب، هذا الشيء على من سنيت. بحكم انه كتجمعكم نفس المهنه، نفس لازون كتشتغلوا فيها كاملين، يعني باش الحمايه ديال المصلحه ديالكم كاملين، خصوصا انكم كتواجدوا في واحد لازون هي معروفه هنا في مدينه الكنيف، ربما هي اللي خلاتك انك تثقي فيه وتمشي وتسني الورقه. تماما، لحقاش هو كان مصدر ثقه قدامنا، كان رجل يعني تيبان محترم وقور. انا ما عندي مع حتى شي حسابات، ما عندي مع حتى شي خلافات. هو بحال الاخ الاكبر ديالنا، ولكن مع الاسف الشديد تنتفاجئ بهذه الشخصيه اللي عنده مع الاسف الشديد. رسالتكم الاخيره؟ ديش انا بغيت تدخل السلطات، انا بغيت اخر حاجه ان تدخل وفي اسرع وقت. انا ما تنطلب حتى بشي حاجه اني نتحيد من اللائحه، وهذا من حقي. انا ما بغيتش نتحزب، من حقي نتحيد من اللائحه. صافي هادشي اللي تنطلبو، شكرا. بدون بلا يضر عليك، صافي هادشي اللي تنطلب. على كل حال مشاهدي قناه شوف اللي كانت صرخه مكناسيه اللي كتطالب النيابه العامه وكتطالب جميع المسؤولين باش انهم يتدخلوا في القضيه ديالها. تقدري انك يعني تطالب جميع المسؤولين باش انهم يتدخلوا في القضيه ديالها من بعد ما لقات راسها كتنتمي للحزب اللي ما وافقاتش على انها تكون عضوه فيه، بحكم انها الحياه الزوجيه ديالها ما كتسمحش ليها، اولا كيف ما قلت مشاهدي قناه شوف تي في، بما ان الزوج ديالها كينتمي الى رجل السلطه ما كيسمحش لها لانها تكون محزبه، ما كيسمحش لها لانها تكون كتنتمي لشي حزب، فقط انها عندها الحق تكون ناخبه. قال لها غادي نمشي نصيب لك بطاقه ناخب باش تصوتي ليا في الغرفه، بحكم ان الانتخابات ديالها كاينه 6 غشت، ثالثة كتفاجئ وكتلقى راسها في اللائحه، كطالب انها يتم السحب ديالها من اللائحه. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في، نقول لكم دمتم بألف خير. Wait a minute.